السلام عليكم، كان محمد الزهوني الفاعل الجمعوي زي بويافا محمد الزهوني انت زي سادة مغيب شيش النبذة مختصرة قبل تبدا المقابلة كرة القدم كيف نشخص السقسير ما غنغشن الامل عاد غنغيلي شن ميدان كرة القدم اما شنو المناطق المجاورة اذا نغيلي شن اما شنو مدينة الزغنة غنشوف شوفي الميدان نشين ما غنغيلي عاد شن الامل غنغيلي شن ستادكون اما شنو هو بويافا. بسم الله الرحمن الرحيم. خري عمر شريف نغي عزني في الكلمة يخضاريين مش هذيك غشنو غطا مزيان نهار اخر عوما المكتب الموسيقي للفريق شباب بني بوغفار يحظى مار ديتاتي خنتي راج المقابلة ليس سهلة الامل تري وشتيرا بالقسم تيرا انت دم الزوا قفتنا عم سيدي للقسم الاول انت تيرا عند الزوا انت يحتل المرتبة الاولى ولهذا الحمد لله نشي نهار الفريق الامل تري وش فريق ضمق ولكن الحمد لله نهار نشينا نفوز خاصنا السنين غايجن فريق شباب مبويا فاش جي بي اف كينتاسا السنين غايجن نتمنى ان شاء الله الفوز ديالي ونذر النهايه النغ. اما بالنسبه يا الرياضه خريعة وما ذي بويا فا نشي الحمد لله اجمعويين ذي الجاليه ذي المحبين الفريق كينتازي المجهود نسب وخاصه سي كريم حمان ذي المحبين ذي المشجعين. اما بالنسبه يني جا المسؤولين خار الرياضه كمجلس كجماعه لا غاسني جن غياب تام خار الرياضه وتحاربنا الرياضه ولكن فريق شباب كره القدم الحمد لله كيجن جسقان كيجن المكانه ضمقا عاليه غاسي يبدا الناس غاسي معيب بالناس غاسي على الرياضه نسخري عوما. كني ويد عند الاوتور دي رياضه شباب بني بوغفا كره القدم ميزون دي تاس الدعم. الحمد لله المحبين الحمد لله ذين السيد الرئيس المجلس الاقليمي سي 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 سعيد الرحموني رئيس المجلس ذين الحمد لله يمكن تزين عصبه كنحاش الطم زياد ولكن الدعوه مقنطه تزين المحبين نشكر كنائب ثاني الرئيس شباب كره القدم نتمعاون مع اخ من فارق الشاط بن جاران شوي شوي شي نزيد المجلس غنغيد يعزن نواز يستفيد من والو مازال دعم المعارض الوحيد تما يتعارض الفريق الرياضه الفريق وهو المجلس جميع الاعضاء نتوقعوا المجلس جميع الاعضاء الذين جنوا هذه الفيض سجن بادره طيبه يعني نعم للرياضه نعم لفريق بويافار نعم لفريق جي بي اف مارة حرب ما يمي الله اعلم من الرياضه يحفظ سيدنا الملك النغ يحفظ الرياضه والرياضه نهار الحمد لله شن كون عم سيدي ننظم الكاس الافريقيه للامم الى اخره ولكن مع الاسف حقش نهار فارتي ديا نهار إلي استقبلت دي بويا فاخر عوما إلي اقترب دي بويا فواجبو بزغنغان شكرا للسيد الرئيس من زغنغان إلي غنمشي لوينات إلي غنمشي للفارق يقول شنو غادا بويا فار أم القبائل ذي سجن نوار شي مغامله محمد السادس نصره الله وان عليم تسمى ملي غتقم التدريب الفريق تسند غاو زنغان معاناه المعاناه الكلمات الاخيره اخر عوما شوف من الغرب المتوسط تغيق الواجب النس ولكن يوفى عرق اليك المجلس تغيق الواجب النس تغيق يسكن الحمد لله الالات يسكن الجرافات يسكن لي فيستير يسكن ديال النس شان عايشين 30 مليون فرانك ولكن يكاد مجسقان الرئيس يكاد الممثل الجماعه يخرب كلشي وتغيب شنو غار رخصين من العبش المهم الوحيد اللي غادي يتحارب هو المحمد باشور جميع ما كتقدر هذا ايوا شكرا بارك الله فيك خطا الحكم يعطي خطا لصالح فريق اتحاد الدريوش عن يسار هو حق الصياعي كرة الآن دائما لصالح فريق اتحاد الدريوش قدوم خارج الملعب بعيدة عن مرمى أيوب المسعودي كرة بعيدة جد البعد عن الحارس أيوب المسعودي النتيجة نذكر إخواننا عن النتيجة وهي دائما إصابتين لواحدة لصالح فريق شباب بني بوغفر الحارس أيوب المسعودي حارس فريق شباب بني بوغفر كما يعلم الإخوان أن أيوب المسعودي كان حارس مرمى لصالح فريق هلال الناظور في السنة الماضية قداف وسط الميدان كرة دائما لفريق لكن كيدخل اتحاد الدريوش وكيرجع الكرة كرة الآن للاعب
زهير كتخرج الكره للشرط، الشرط لصالح فريق اتحاد اندريوس. 5 دقائق عن بدايه الشوط الثاني دائما النتيجه اصابتين لواحده لصالح بويتر، واللاعب كيروك جوج ديال اللعابه بطريقه جيده لكن بدون جدوى الى الحارس ايوب المسعودي حارس فريق شباب بني بوغفار. ايوب المسعودي كيستعد غادي يقذف الكره، قذف ايوب وسط الميدان بدون دائما الكره لصالح فريق الحكم كيعلن عن خطا، والخطا كان محمد اللوز بعدما اللاعب محمد اللوز من فريق شباب بني بوغفار. اللاعب التونسي يستعد للقذف والحكم يعطي الامطار القانونيه. تونسي يستعد للقذف في يد الحارس حمزه الخروبي. كره لصالح فريق شباب بني بوغفار، دائما الكره للاعب تونسي وكيعطي اللاعب الكره خطيره كيدخل الدفاع كيخرج الكره للشرط. اللاعب كيخرج الكره للشرط، الشرط لصالح فريق الاتحاد الرياضي الدريوس. كره الان كيقدم خطيره جانبيه، الحكم كيعلن عن ضربة زاوية. الحكم الوجدي وهو حكم الرحموني يعلن عن زاوية. زاوية لصالح فريق الاتحاد الرياضي للدريوش. واحد واحد كيستعد يقذف الكرة اتحاد الدريوش ركنية. واحد واحد ركنية كيقدم خطيرة وما زالت الخطورة، لا زالت الخطورة عن دفاع فريق الاتحاد. ما زالت عاد خطورة لفريق كيروك. كيروك في وسط الميدان وكيسجل، والحكم يعلن عن خطا. والحكم يعلن عن خطا وصالح الحارس ايوب المسعودي. يعلن عن خطا لصالح حارس ايوب المسعودي بعدما يرفض الاصابه. هكذا يقذف الحارس الى وسط الميدان. لا زالت الكره جانبيه يمينيه، والحكم مره اخرى يعطي خطا لصالح فريق شباب بني بوغفار. حكم الوسط يعلن خطأ لصالح فريق شباب بني بوغفار، وحكم الشرط يعلن خطأ لصالح فريق اتحاد الدريوش. مروان اللاعب مروان من فريق اتحاد الدريوش. مروان كيستعد يقذف قذف مروان وخطيرة، والحكم يعلن عن شروط حكم الشرط. الحكم الشرط يعلن عن شروط لصالح الحارس ايوب المسعودي. ايوب المسعودي بعدما الحكم يتدخل حكم الشرط يعلن عن شروط لصالح فريق ايوب المسعودي. الحكم الرحموني يعطي انذار شفوي للاعب وهو ايمن فرات. ايمن فرات نعرفه بانه مسجل الاصابه الاولى وله انذار. قذف المسعودي بالدقيقه 35 من الشوط. كره دائما لصالح فريق اتحاد الدريوش. ما زالت الكره لصالح فريق اتحاد الدريوش. كره للاعب 19 وهو اللاعب ايمن فرات. الشرط لصالح فريق شباب بني بوغفار. الزهري يستعد لقذف اللاعب 19 كيف يستعد قذف الشرط. كرة للفريق اتحاد الدريوش يمينية من ملعب، وكتخرج الكرة
ما كتخرجش كتخرج من الزاوية. الزاوية الثانية للصوت الثاني لصالح فريق اتحاد الدريوس. اللاعب أيمن فراس، أيمن فقدوف بدون اتجاه ولكن الكرة زالت خطورة. الكرة الآن لصالح فريق اتحاد الدريوس يقدم مرة أخرى بدون اتجاه. الكرة الآن أصبح ضد هجوم مضاد وكيتبطأ في الكرة كاع كتمشي للحارس، الحارس حمزة الخروبي حارس فريق اتحاد الدريوس. كيعطي الكرة يسار الملعب للاعب الحكم يعلن عن خطأ لصالح فريق اتحاد الدريوس. خطأ لمصلحة اتحاد الدريوس. واحد واحد لا زالت النتيجة إصابتين لواحدة لصالح فريق اتحاد لصالح فريق شباب بني بوغفر. كيقذف الخطأ جانبية وكيخرج الكرة للصق مرة أخرى. الدفاع ديال شباب بني بوغفر. اللاعب علي مطهري، اللاعب علي كيخرج الكرة للشرط. الشرط لصالح فريق اتحاد الدريوش وهو عزيز علي غيستعد. عزيز علي عطى الكرة الزميل ديالو كيقذف خطيرة ولكن كتخرج للزاوية لصالح فريق اتحاد الدريوش. في هذا الخمس دقائق بعد الضغط لصالح فريق اتحاد الدريوش عن فريق شباب بني بوغفر. وكنتمنى دائما المقابله ان تكون النتيجه وكذا بدون اتجاه خطيره مره اخرى. كيخرج الكره بعيده جد البعد عن مرمى الحارس ايوب المسعودي كيخرج الكره للحارس. لا زالت الكره في الرد. الآن الكرة لصالح أيوب المسعودي. الحكم يعلن عن ضربة مرمى. يعطي الكرة مرة أخرى للحارس أيوب المسعودي. أيوب المسعودي كيستعد يقذف 550 لصالح أيوب المسعودي. قدام وسط الميدان بدون اتجاه للاعبين فقط لاتحاد الدريوس. كروا لا زالت الكرة تخرج للركنية. ركنية لصالح فريق اتحاد الدريوس. بوفن قدام وخارج. كرة لازالت خطيرة مرة أخرى كتخرج 550 لصالح أيوب المسعودي. نرى بعد أخطاء لصالح فريق دفاع شباب بني بوغفر ونتمنى أن لا تكرروا الأخطاء لصالح فريق شباب بني بوغفر. الآن حارس المرمى التونسي يلا فاقم شوية صاحبي قدام الحارس حارس أيوب المسعودي قدام وسط الميدان بدون اتجاه. كرة لصالح فريق كرة خطأ لصالح اتحاد الدريوس. اتحاد الدريوس اللاعب كيستعد يقذف الكرة. واحد واحد كيقذف وسط والحارس أيوب المسعودي ينقذ مرماه من عصابة محققة. أيوب المسعودي ينقذ مرماه من عصابة محققة. هكذا يعطي الزاوية مرة أخرى خطيرة. دائما يتكون الخطأ وتخرج الكرة. يا الحرامون التونسي الكرة فاقم شوية صاحبي فاقم شوية. لولا حارس مرمى المسعودي لكانت تعطي إصابة التعادل حيث نرى اللاعب 11 من فريق شباب بني بوغفر ملقي
أربعة فرص التولي ماذا لكم؟ الحكم يقول العب الكرة لأن الآن أصبح الوقت يلا السجن يلا أيها المشاهدين كرة الآن سجل مستوى مليء كرة دائما لفريق الاتحاد التنوش كيروق وكيرجع الكرة يلا حرامه يبدل شنين تغييرات كرة دائما كرة الآن لصالح فريق عيسى مقرز كرة الأيمن كرة عند الأيمن كيقذف أيمن وكيقذف الكرة شباب بني بوغفر الشرط لصالح فريق شباب بني بوغفر كيساعد يقدم الشرط لان كان في واحد اللاعب ملقي الى الارض والحكام كيعلن لان القانون اليوم اصبح القانون الان لعبه كره القدم وخا الحكم كيعطي الاسبقيه وخا الحكم الحارس ساقط عن الارض الحكم الجديد لا راس القانون الجديد القانون الجديد ما راه وخا يوضع بوليس جديده غادير المقابله القانون الجديد سوف نتسقسوها وخا الحكم وخا مثلا كرة الحكام كيعطي اللاعب ان يخرج ويغادر الميدان انا جاي اخزى بك كرة الان لصالح فريق اتحاد كرة دائما لصالح فريق اتحاد الدريوش كرة جانبية لا زالت الكرة لفريق شباب بني بوغفار شباب بني بوغفار الآن عنده الكرة حسام كيهرب من الكرة وكيخلي الكرة الجميل ديالو جانا على أيمن عن فريق كيراوغ مازال كيتعطل في المراوغة داوغ هكذا كيتعطل في المراوغة كيضيع الكرة وكيضيع الكرة والحكام يعلن عن خطأ الحكم يعلن عن خطأ لصالح فريق اتحاد الدريوش أو